بإذنكم بس لأنه معايا السيد بيدرو إيمانويل مدرب نادي العين ونادي الخليج العين الإماراتي والخليج السعودي السابق. مستر بيدرو مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير على الجميع. الزوم طالع على الشاشة ولا مش طالع يا جماعة؟ طيب عموما خلينا معاه بالصوت لحد ما تيجي الصورة. يعني طمنا، هل متابع للكرة المصرية؟ تقوليت تدريب نادي العين، تقوليت تدريب نادي الخليج السعودي، لكنه شفناكش في الكرة المصرية. هل نتوقع أن تكون الخطوة القادمة ليك في مصر؟ هو الأول كان صوت، دلوقتي لا صوت ولا صورة. هيجي كابتن. نرجع بعد شويه يا جماعه ولا؟ طيب نرجع بعد شويه، بس خلوني بقى مع فارس شويه الله يخليكم. بس قبل ما اتكلم على اللي جاي والحاضر دي، انا كنت محضرها لك على فكره. يعني احكي لكم بس قصه انسحاب النادي الاهلي من البطوله الافريقيه، كانت برضو مرتبطه بالسوبر. بالظبط، احنا أفريقيا. كنا في جنوب افريقيا، وقصه الحكم دي قصه، بس انا لساني لحد دلوقتي مش مطوعني احكيها. يعني قصه الحكم بطرس ماتابيلا، ايوه دي قصه، بس انا يعني ايه مش عارف احكيها يعني. بس في شوية. يوم من الايام لا مش يعني كان في شوبينج في يوم من الايام هحكيها ان شاء الله، ربنا يديني العمر يعني. المهم يعني فجه بطرس ماتابيلا ده وحصل اللي حصل، لكنه المشكله كانت خارج الملعب. كان كابتن طارق سليم وهو مدير الكوره. طبعا. وحصل مع كابتن ابراهيم حسن. نعم، وكابتن ابراهيم حسن اعتقد. لا 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 لا، الطرد كان لمحمد يوسف. حصل مشكله، والمهم كان المراقب اسمه، لا هحكي القصه الاول. المراقب كان اسماعيل بامجي من بوتسوانا، والراجل بقى كان تخين كده وعمل مشكله مع الكابتن طارق، فالكابتن طارق انفعل جدا وحصل بقى حوار وزعيق وشغلانه وحدوته. نقل هذا الامر، هقول لك مفاجاه مدويه. اتفضل. كان مهندس مصطفى مراد فهمي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. واتخذت عقوبات قاسيه ضد النادي الاهلي في هذا التوقيت. طب كف سنه. فالنادي الاهلي اعترض. ايوه. كان كابتن طارق سليم وكابتن ابراهيم حسن. انا بقول لك بس الكلام ده كان كام؟ 94 يناير 94. المهندس مصطفى مراد فهمي والكابتن صالح سليم غاضبه غضبا شديدا من المهندس مصطفى مراد فهمي. كمان ساعتها. فبعد هذه القرارات وبعد ما حدث في المباراه، فالنادي الاهلي اجتمع وقرر انه مش هيشارك في البطولات الافريقيه الا لو عادت العداله مره اخرى، إلا لو المسابقة بقت بمقابل مادي، إلا لو تم يعني وضع نظام صحيح لهذه البطولة. والاتحاد الإفريقي أوقف النادي الأهلي سنتين بسبب الانسحاب، في وجود المهندس مصطفى مراد فهمي اللي كان سكرتير الاتحاد الإفريقي، اللي بيدعي البعض إنه جامل النادي الأهلي في التصنيف والترتيب وفي نادي القرن. حد فاكر المعلومات دي؟ طبعا المهندس مصطفى مراد فهمي له ايادي بيضاء على نادي الزمالك بالمناسبه. ما انا بقول لحضرتك، لا لا انا ماليش دعوه، مشاركه 84. لا لا انا ماليش دعوه بالقصه دي خالص. بس انا بس بحكي. وبعدين عاد الاتحاد الافريقي وغير من النظام وغير نظام البطوله، وبدا يضع، لان الكابتن صالح قال لك انا هفضل اصرف فلوس وما اخدش حاجه. واتجهنا للبطولات العربيه وقتها. بدانا البطولات العربيه، اشتريت شقه بفلوس البطولات العربيه، ربنا كرمنا وحياه ربنا، ربنا كرمنا وخدنا فلوس وكانت في القاهره. يعني القرار كان لصالح كابتن شوبير. تمام. و100 فل 14. ثم الاتحاد الافريقي استجاب لطلبات النادي الاهلي بالكامل، وعاد الاهلي الى البطولات الافريقيه وبدات مرحله الاكتساح. خلينا ارحب من جديد ببيدرو ايمانويل المدير الفني السابق لنادي العين ونادي الخليج السعودي. مستر بيدرو مساء الخير، ازيك؟ شكرا جزيلا، من بالغ سروري ان اتواجد معكم وان اتحدث معكم الليله. اشكرك شكرا جزيلا. يعني عندك توب كتير في المنطقه العربيه، العين الاماراتي والخليج السعودي، هل نتوقع ان نراك التجربه القادمه في مصر مدربا لاحد الانديه المصريه الكبرى؟ لا نعلم ابدا ماذا سيحدث في المستقبل وكيف تسير كرة القدم. كل شيء يمكن أن يحدث في وقت قصير، فبالتالي أنا بالفعل كان لدي بعض العروض من مصر، لم يكن الوقت مناسبا أن أتي إلى مصر، ولكن لا نعرف، ربما. عروض من مين في مصر؟ لا
أعتقد ليس من الصواب أن أذكر هذه الأندية الآن، ولكن هي بعض العروض الجدية. مش. كانت أندية جيدة جدا في مصر، وأندية أستطيع أن أقول أنها دائما تقاتل من أجل البطولات. طيب خلاص، مش هنقول لأهلي ولا زمالك ولا حاجة تانية، لكن هنكتفي بكده. أسألك، ليك تجربة مع اللاعبين المصريين عماد متعب وعصام الحضري في نادي التعاون السعودي، وكان أيضا مصطفى فتحي، وبعدين في الخليج مع محمد شريف. كيف وجدت اللاعب المصري؟ هل أنت من طلبت انضمام محمد شريف لنادي الخليج؟ لأبدأ من النقطة الأولى، أنا أجد أن اللاعبين المصريين لديهم شغف كبير تجاه اللعبة، وهذا هو الأهم بالنسبة لي كمدير فني. حينما أجد اللاعب لديه هذا النوع من الشغف، يستطيع أن ينقل المباراة لمستوى آخر تحت قيادتي، فبالتالي هذا هو السبب الذي فضلت عليه اللاعبين المصريين حينما تابعت الدوري المصري قبل فترة. محمد شريف أقنعك في الخليج السعودي، هل أنت من طلبت الضمه، وكيف تقيم مستواه؟ نعم، كان أحد الخيارات التي كانت لدينا، والتي تم اختيارها مباشرة عن طريقي. نعم هذا صحيح، أنا اخترت محمد شريف. نحن حاولنا أن نتعاقد معه من الأهلي من قبل، ولكن لم يكن الوقت مناسبا، ولكن كان من الممكن أن نتابعه، وأيضا كان لدينا مساهمة كبيرة من جانب الجهاز الفني، ومن أيضا من جانب جهاز المنتخب المصري تحت قيادة روي فيتوريا. قال كلام إيجابي كثير عن اللاعب، وقال ما توقعناه أنه سيتألق وسيتطور عاما بعد عام مع نادي الخليج. لديه الجودة، ولديه الجودة الكبيرة بالنسبة لمحمد شريف، ولديكم هذا النوع من اللاعبين. هو النوع من اللاعبين الذي يستطيع أن يجد مكانا لنفسه في السعودية. عايز أسألك عن نادي العين، وأنت كنت مدرب لنادي العين، وهناك مواجهة كبيرة تجمع ما بين العين الإماراتي والأهلي المصري في بطولة سوبر إنتركونتيننتال. المباراة ستكون في القاهرة في حضور كبير للجماهير المصرية. كيف ترى هذه المباراة؟ هل شايف أن المباراة أقرب للعين أم أقرب للنادي الأهلي؟ ناديين كبيرين، فبالتالي العين هو بطل دوري أبطال آسيا. نعم. وأيضا قد أجرى الكثير من التحسينات على مستوى الفريق وعلى مستوى الدكة البدلاء. منذ عام 2020 و2022 قد دربت الفريق، وكان لدينا الكثير من المشاكل بسبب كورونا، ولكن بعد ذلك العين أحضر لاعبين كبار للفريق، والنتائج قد تطورت، وهذا ما دل عليه الموسم الماضي، ولم تكن مفاجأة بالنسبة لي، لأن على سبيل المثال الهلال من السعودية ناد كبير ووصل إلى قبل النهائي، وقد استطاع أن يتغلب على الهلال بأداء مقنع من العين. فبالتالي بالطبع أستطيع أن أقول أن الأهلي ستكون مباراة صعبة. هو أفضل فريق في إفريقيا، هو دائما مرشح للفوز في أي مباراة صعبة، وخصوصا هذه المباراة. فأستطيع أن أقول من المهم في كرة القدم هو خصوصا المباريات الكبيرة، المباراة القارية، أن تكون جيدة، أن تكون ممتعة، وأن يجدها الجمهور ممتعة. وأنا أؤمن أن كلا الفريقين لديهم الجودة ليستطيع أن ينافس ويفوز بهذه المباراة. مستر بيدرو مانويل، المدير الفني السابق لنادي العين ونادي الخليج السعودي، بشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا. فقرة كان لابد منها، لأنه برضو